هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. ماشي دورة تكوينية وإنما دورة فيها البارتاج بين المدربين ديال الفئات العمرية ديال الجامعة وكذلك المدير التقني وكذلك مدير التكوين بتحي جمال. كما قلت لك سيتان بارتاج لأنه كرة القدم خص الواحد يكون يبارطاجي مع الأصدقاء ديالو. ونتمنى إن شاء الله أن الدورة التكوينية كما قالوا ما غتكونش غير في مدينة الدار البيضاء، غتكون في المدن أخرى. ونتمنى إن شاء الله أن نكونوا في المستوى، نحاولوا أن نوجدوا الخلاف ديال هذا المنتخب هذا اللي قدم مستوى عالي وعالي جدا في كأس العالم. ما بقاش عندنا الخطأ، ما بقاش خصنا نديروا الخطأ، خصنا نشتغلوا. وكنظن بالإمكانيات الآن اللي موفرها رئيس الجامعة سي فوزي القجاع، فكنظن هاد المدربين تاهما في مستوى عالي. ونتمنى إن شاء الله نحققوا يمكن نوجدوا لاعبين ونكونوا لاعبين اللي يكونوا في المستوى ديال المنتخب الوطني الأول. إلى شتي دونك نفس الطريقة، لأن هذه كرة القدم، كرة القدم ما كل عام وكتشوف حاجة جديدة. فكنظن المدير التقني من بعد العرض اللي قدم فهو غيشتغل من أقل من 6 سنوات. هذه نقطة مهمة، لأن في هذا العام هذا هو ذاك اللاعب ذاك الشيء اللي وريتيه من 6 سنين كيبقى كيحفظه لأنه باقي صغير. نتمنى إن شاء الله كما قلت لك الآن هما يكونوا الإمكانيات عندنا باش نشتغلوا بأريحية. هذه بادرة طيبة اللي تتمكن من الأطول المغربية الاستفادة من هذا اللقاء هذا اللي غادي يكون له واحد صدى طيب، وتنظن أنه غادي يساعد هذا الأطول هذا باش يزيدوا القدام نهضوا بالكرة الوطنية إن شاء الله. وبالفعل فيمكن نقول لك المدرسة البلجيكية قريبة بزاف للستيل ديال الطريقة المغربية، لأن كنا نعتمدوا على الطريقة الفرنسية، وتنظن ما كاينش فرق كبير ما بين الطريقة الفرنسية والبلجيكية اللي ما غاديش يكون عند مشكل كبير باش أننا نضبطوا مع هذا السيستيم. تنتمنى لهم التوفيق وراه غادي إن شاء الله في مسيرة طيبة. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.